Palestine, free Palestine, and peace for all. فلسطين حرة، يتمنى ممثلها في الأمم المتحدة أن تكون كذلك قريبا، وأن يقر العالم بحق شعبها في دولة كاملة العضوية في المنظمة الدولية. تستجيب لذلك 143 دولة، فتوافق على تعزيز حقوق فلسطين كدولة في الأمم المتحدة، وتطلب من مجلس أمنها إعادة النظر في العضوية الكاملة بإيجابية. وعلى وقع حرب دامية في غزة، تمتنع 25 دولة عن التصويت، بينما تعترض 9 أخرى، على رأسها الولايات المتحدة وإسرائيل. أما الأخيرة فيمزق مندوبها ميثاق الأمم المتحدة اعتراضاً حتى قبل التصويت. رغم ذلك يسعد الفلسطينيون بنتائج التصويت كدليل على عدالة قضيتهم، بعد أن اعترفت بدولتهم 139 دولة من 193. يقول الفلسطينيون إنها خطوة من ألف أخرى كانت أو ستكون على طريق استقلال وحرية، تمنحهم أملاً بيوم ينتهي فيه القتل والاستيطان والحصار والتهجير، ويعود الحق لأصحابه. أنس الصبار، سكاي نيوز عربية، نيويورك.